بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا ومحبينا ومتابعينا متابعي صفحة جروب تونس الطاولة المصري بسلطنة عمان، لقاء جديد وتغطية جديدة لمنافسات الدورة المجمعة الدور النهائي دوري تونس الطاولة سلطنة عمان موسم 2018-2019 من مجمع السلطان قابوس الرياضي في مدينة مسقط العامرة. مباراة تكاد تكون أقوى، يمكن أقوى مباراة في البطولة كاملة بين نجم منتخب مصر، نجمنا المصري محمد البيلي ممثل نادي عبري، مع نجم نادي صحم العماني اللاعب الإيراني المحترف ميعاد. الجولة قبل الأخيرة مباراة اليوم ما بين نادي عبري ونادي صحم، دي المباراة الرابعة. نادي صحم متقدم 2-1، محمد البيلي بيلعب على أمل أن يرجع نادي صحم للقاء وتعادلوا 2-2. مباراة مع اللاعب العماني مع اللاعب الإيراني معاد، لاعب منتخب إيران من أقوى اللاعبين في البطولة هو محمد البيلي. مباراة أضمن لحضراتكم إن شاء الله المتعة، أعلى فنيات في تنس الطاولة في النسخة الأقوى والأبرز في منافسة في مسابقات الأندية العمانية. النهاردة اليوم الأخير ودي الجولة اللي قبل الأخيرة. كامل التوفيق وكامل دعواتنا للكابتن محمد البيلي. بيشاركني في التحليل والتعليق الفني على احداث المباراه النجم المصري كابتن احمد حلمي. بنرحب بحضرتك كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس احمد عبد العظيم والساده المشاهدين. المباراه دي تقريبا يا كابتن احمد تعتبر يمكن من اقوى المباريات في البطوله. انت لعبت مع محمد ولعبت مع معاد، شايف نقط القوه والضعف عند اللاعبين تتمثل في ايه؟ هو الجاهزيه للاعب الايراني مياد جاهز جدا للبطوله ومستعد كويس قوي وفورمه وواخد ثقه طبعا كبيره جدا من فرقته ما شاء الله متكامله. وبرده محمد البيلي ما شاء الله برده عليه طبعا جاي جاهز هنا في البطوله ومستعد جدا للبطوله والدوري العماني طبعا اصبح من الدوريات القويه جدا وبقت الناس كلها بتحب تشارك في الدوري العماني. حلوه من محمد البيلي، هو مشكله اللاعب الايراني هو بيعمل فليك كويس قوي لكن بيلعب من الزق شويه، الكره بتاعته بتعلى شويه او بتطلع بره، البيلي لازم يستناها شويه ويحاول ان هو يلعب فليك او ان هو يقلب. حلو يا بيبو، بس فهو اللي بيبادر بالهجوم شويه وبيستنى الكوره وبيشوف الكوره كويس وبيقدرها كويس، هو اللي بيعرف يسيطر على البونت. بنرحب معانا على اللايف كابتن سيد لاشين اسد العرب، بنحييه وبنهدي له. حلو يا بيبو، حلو يا بيبو، ربنا يوفقك. بنهدي الكابتن سيد كل تحياتنا، نتمنى ان احنا نشوفه سلطنه عمان، محبته وصلنا واكيد محبتنا واصله ليه. بنبارك له طبعا على تتويج النادي الاهلي للبطوله العربيه. كابتن احمد حلمي حبيبي يهدي السلام لمدربه. طبعا انا بحيي طبعا مدربي وصاحب الفضل عليا طبعا الكابتن نوبي الهواري، مدربي مفتقده جدا ووحشني جدا، ويا رب دايما اشوفك على خير يا كابتن نوبي. حضرتك من احسن الشخصيات ومن انجح المدربين في تاريخ مصر على مر العصور. حلوه يا بيبو. هو الولد الايراني بيلعب من جوه الطاوله كويس قوي، فلازم البيلي يبدا يهاجم يكون اسرع شويه. دلوقتي السيرف مع البيلي 4-4 والنتيجه 4-4. حلوه يا بيبو. هو الولد سريع شويه وبيلعب من ناحيه الباك هاند كويس قوي، فلازم البيلي تبقى كيرفي اسرع من كده على اللاعب الايراني.
طبعا لازم بيه، طبعا الولد بيلعب فليك كويس قوي وبيضغط، بعد كده لازم بيه ياخد الفليك ده بالفورهاند احسن. اللاعب الايراني طبعا لاعب جامد جدا. يا حلو، يلا بيبو، يلا يلا ولد، يلا بيبو. طبعا مستمتعين جدا بالبطوله، اللاعبين جامدين جدا. حبيبي يا كابتن سيد دشين، يا اسد العرب، منور الدنيا كلها يا حبيبي. سبعة أربعة، سبعة أربعة. والله حضراتكم اللاعب الإيراني لاعب قوي جدا، يمكن المباراة دي بتظهر لحضراتكم مدى قوة البطولة. اتنين لاعبين بيمثلوا منتخب بلادهم، محمد البيلي نجم منتخب مصر ومعاد نجم منتخب إيران. يعني مباراة زي كده والأسماء اللي متمثلة قدام حضراتكم بتبرز لحضراتكم مدى قوة البطولة ومدى تطور لعبة تنس الطاولة في سلطنة عمان. عمان حطت اسمها بقوة كبيرة جدا على خريطة تنس الطاولة العالمية، تستضيف أقوى المنافسات، الاتحاد الدولي برئاسة توماس فايكر. الله عليك يا بيبو، يلا يا ولد، يلا. حلو قوي بيبو لما بيحاول ينقل اللعب شوية ناحية النص والفرهاند بيلاقي اللعب شوية أسهل، لأن اللاعب الإيراني مياد عنده كنترول بالباك هاند كويس قوي، بيعرف يغير تايمنج الكوره وبيعرف ينوع مكان الكوره على الطاوله، فده من مميزاته. يعني لازم بيبو ياخد باله من الموضوع ده طبعا كويس قوي عشان يعرف ان هو يبقى مسيطر على اللعب. حلو قوي، حلو قوي، رجع 7 7 النتيجه 7 7 طبعا. حلو يا بيبو، هو اللاعب الايراني شويه اخد سبورت عن البيالي ان هو فايز فريقه فايز 2 1، فبيلعب بثقه شويه عن البيالي، بس ان شاء الله البيالي يكسب. يلا بيبو، يلا يلا محمد، يلا ولد، يلا بيبو، يلا بيبو. تفاعل طبعا جماهير كبير قوي من فريق صحن، من الجماهير العمانيه للبطوله، بطوله ممتعه جدا. ايوه الله عليك مستر باك هاند محمد البيلي، مستر باك هاند زي ما احنا اطلقنا عليه في جروب تنس الطاوله. مدينا كده عينه من الباك هاند ما شاء الله بتاعته مميز بيها جدا. يلا في تفاعل كبير جدا من اللاعبين المصريين كلهم. شبكه شبكه شبكه. فكر يا بطل، فكر. 8 كل. طبعا الكابتن احمد حلمي معايا بيساعدني في التحليل الفني، بنستفيد بخبرته، بنستفيد بفنياته العاليه. يلا بيبو، يلا بيبو، يلا بيبو. شايف محمد مضغوط زي ما قال الكابتن احمد حلمي ان في تفوق نسبي معنوي للاعب الايراني لاعب نادي صحم. فريقه متقدم 2-1 وبيلي عنده ضغط انه لازم يرجع فرقته، المباراه زي دي بتحدد مصير الدوري كامل. نادي عبري بيلعب بامل ان يكسب المباراه دي على امل ان نادي السيب يتهزم مباراه تبقى حظوظه في المنافسه في البطوله. استقبال جيد، استقبال جيد جدا من اللاعب ايراني معاد. 10 8 لسه، لسه بيبو. النتيجه دلوقتي 10 8 لمياد اللاعب الايراني لاعب نادي صحن. شويه البيلي لازم شويه ان هو يهدى شويه، طبعا هو التفوق النسبي طبعا لنادي صحن بخلي اللاعب الايراني يلعب براحته شويه عن البيلي، يلعب بحريه. بينجح اللاعب الايراني معاد انه يكسب الشوط الاول نتيجه 11 8. كابتن احمد احنا امبارح شفناك عملت ماتش رائع جدا 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 مع اللاعب معاد، يعني مباراه انت امبارح يعني عبرت عن نفسك بقوه. للاسف برغم ادائك العالي جدا في الاشواط الاولى لكن للاسف خسرت المباراه ب 3-2 على اخر اخر بونت تقريبا. تمام، فادينا كده انطباعاتك عن اللاعب، بالذات انا حاسس كمان في مباراته مع الكابتن احمد جمال ارسالاته بيبقى فيها دوران عالي جدا. هو طبعا امبارح هو طبعا انا هتكلم طبعا عن مميزات اللاعب المياد الايراني عشان خاطر يعني نكمل التحليل في ماتش محمد البيلي، ان هو اللاعب الايراني سيرفاته طبعا قويه لكن ان هي عندها في عيب فيها ان هي ساعات بتطلع كتير بره الطاوله، فلازم البيلي يستناها ويضرب الكوره في نص الطاوله. بس فلازم البيلي ياخد باله ويستنى شويه على السيرف بتاعه عشان يعرف
ان هو يتحكم في البونت، لان اللاعب الايراني عنده كنترول كويس قوي في السيرف وفي استقباله وفي التحكم في الكرة، فلازم البيالي ما يبقاش رد فعل، يبقى هو اللي متحكم ومسيطر على على البونت من اوله. هو دلوقتي بيحاول يلعب السيرف ناحيه فراند البيالي، فلازم البيالي يظبط استقباله شويه بحيث ان هو يعرف يهاجم سبين سبين بعدها او والفليك ده كويس قوي. الحمد لله الحمد لله، اول نقطه في الشوط الثاني للبيالي. لازم البيالي يلعب فليك، لازم البيالي يلعب فليك، اما يستقبل قصير ويهاجم هو الاول، ان هو فعلا سيرف اللاعب مياد سيرف كويس قوي، لكن لازم البيالي يستنى عليه شويه. البيالي لما تردد شويه الكره دي، ايوه البيالي البيالي فعلا لما بيستقبل كويس بيكون هو المسيطر على البونت. يلا واحد واحد، انت تغيير ارسال سلمى بيبو، ارسال طويل بس شبكه. هو جاهزية اللاعب الإيراني للبطولة طبعا يعتبر من أجهز اللاعبين في البطولة. استقبال حلو جدا من الإيراني. طلع بالي طلع بالي. الله عليك يا ولد. بالي لما بيلعب السيرف على الفرن وبيهاجم بعد كده في نص الطاولة بيكون اللعب أحسن وبيكون في صالح البالي طبعا. ودي طبعا لازم البيلي طبعا يركز عليها قوي، ولان هي من الحاجات اللي بتتعب قوي اللاعب الايراني. الله عليك يا بيبو. ودخلت معانا دلوقتي نجمه مصر وبطله العرب وافريقيا فرح عبد العزيز، بنحييها ونبارك لها على تتويج نادي الزمالك بالبطوله العربيه الاخيره. نحييك يا كابتن فرح، من افضل واحسن اللاعبات في تاريخ مصر. هو البيالي كمان برضو ان هو بيرجع كتير ورا، لازم يبقى بيلعب من جوه شويه، لازم يقرب شويه طبعا، لان اللاعب الايراني بيلعب من جوه وسريع جدا من جوه، فلازم البيالي بقى يحاول يبقى اسرع شويه. طبعا بنرحب طبعا ببطله مصر وبطله العرب فرح عبد العزيز، طبعا قدوه طبعا لكل اللاعبات في مصر كلها، ومن الرياضيين المهمين جدا جدا في تاريخ مصر في كل الالعاب مش تنس الطاوله بس. من ورا كابتن فرح، انا مسميها بنت مصر الاصيله. طبعا طبعا من ورا كابتن فرح طبعا وساره عبد العزيز طبعا بطله مصر ومامتهم باباهم ما شاء الله عليهم اسره رياضيه وكلهم فخر طبعا لينا كلنا طبعا وقدوه لينا كلنا. حلوه حلوه جميله جميله من معاد. بقول لحضراتكم لاعب عنده كنترول وتوزيع جيد جدا من نص الترابيزه. اتمنى ان بيبو يتخلص من الضغوط بحيث يرجع للمستوى الكبير اللي كلنا عارفينه. حلوه يا بيبو زقه، شفت الزقه؟ حلوه يا بيبو. بيبو طبعا لان الولد بيلعب من فوق ومستني كل البوش يبقى قصير، فلما بيغير من رتم اللعب شويه وبيدي له زقه طويله فهو بيفاجئه. فده طبعا من الحاجات الكويسه قوي يا بيبو. السكور دلوقتي 5-5 و1-0 للاعب مياد الايراني. يلا يا بيبو. الله عليك الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك يا محمد مستر باك هاند. هو اللاعب مياد الايراني بيحاول يستقبل دايما في نص الطاوله عشان يحرك البالي، مش بيحاول يدي البالي على الباك هاند او على الفراند، بيحاول دايما 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 بيستقبل في نص الطاوله، فالبالي لازم يبقى هو محضر بعد السيرف انه بيتحرك شويه في نص الطاوله. يلا بيبو فرق بيبو بدا بيبو يفرق 7-5 7-5 ان شاء الله بيبو لو خد الشوط ده ان شاء الله طبعا يفرق كتير جدا. الثقه طبعا اللي بيبو هتبقى عاليه جدا و باين على وشه كم الضغوط، يعني طبعا مضغوط طبعا البطوله طبعا بطوله قويه جدا، مفيش ماتش سهل في البطوله دي، بطوله قويه جدا ومن اقوى الدوريات طبعا في الوطن العربي كله، بطوله الدوري العماني للمحترفين، فمفيش ماتش سهل. الماتش ده تقريبا الثالث او الرابع طبعا كم المحترفين اللي انضموا دلوقتي، الماتش الثالث او الرابع طبعا، فالمحترف طبعا بيلعب ماتشين في كل الماتشات، فبتبقى في لود طبعا على اللعيب طبعا الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه والناحيه الذهنيه والتعديل للمباراه وكمان الكاتشانه لفرقته كمان، فبيبقى الموضوع تقيل شويه. حلوه يا بيبو. الله يا بيبو الله يا بيبو. يلا يا ولد يلا تغيير ارسال 8-6 كان يهمني جدا النقطه دي يكسبها البالي ويبقى معاه الارسال ومتقدم بفرق نقطتين تديله ادفانتج ان شاء الله. محتاجين 3 بونط ان شاء الله، 3 بونط ويخلص الشوط ده باذن الله. يلا يا محمد يلا يا بطل
سيرف مع بيبو نص الطاولة. الله عليك الله عليك يا ولد. حلو قوي السيرف نص الطاولة، جميل قوي عشان ما يعملش فليك وهو وهو طبعا مرتاح طبعا. فحلو قوي السيرف اللي في النص، والسيرف اللي على الفراند برضه بيبقى حلو يا بيبو، حلو قوي. شبكة يا رب على 9 6 دلوقتي. حلو قوي صح. الله عليك الله عليك يا بيبو. الله عليك يا ولد. يبدا صح، وطالما بدا صح ان شاء الله تفوق للبالي. لاعب الايراني على الارسال سيرف طويل. برافو عليك. الله عليك. الحمد لله الحمد لله. بيبو خلص الشوط الثاني 1-1 في الاشواط الحمد لله. صدقوني يا جماعه محمد البيلي فنيا من ناحيه من حيث المهاره والاداء اعلى بكتير. صحيح اللاعب معاد لاعب منتخب ايران الاول، وحضراتكم كلكم عارفين مدى قوه ايران دلوقتي، قوه جديده طالعه عندهم 2-3 لاعبين من اقوى تقريبا 50 لاعب في العالم، اشهرهم طبعا اللاعب نوشت. لكن محمد البيري اعتقد كمان ترتيبه وتصنيفه العالمي اعلى، محمد خبرته اكتر بس يتخلص من الضغوط. طبعا دلوقتي البيلي الشوطه طبعا بدا يهدى شويه وبدا يركز شويه في بدايه البونت، بدا يلعب السيرف ناحيه نص الطاوله وناحيه الفورهاند، وده طبعا بدايه اللاعب الايراني غير لعبه عن الشوط الاول، طبعا بدا يقرب اللاعب وبدا استقبال البيلي يبقى كويس قوي، وبدا ان هو بعد الاستقبال يروح ناحيه نص الطاوله ويعمل فليك بالباكاند وبدا يستقبل. فهي طبعا دايما البدايات مع اللعيبه الكبيره دي والمستويات المتقاربه بتبقى مهمه جدا، لان هو يبقى ليدنج شويه في البونت. نتيجة 1-1 طبعا. نتمنى البيري برضو يكون مركز برضو في الاستقبال وارساله. دخل معنا في اللايف دلوقتي برنس تنس الطاولة المصرية والعربية كابتن احمد علي صالح صاحب الكاريزما الكبيرة. نحييك يا كابتن احمد، نقول لك منتظرينك في مسقط. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كابتن سيد لاشين معنا، كابتن فرح عبد العزيز معنا، كابتن احمد علي صالح معنا. ورغم ان المباراة زي ما حضراتكم في منافسات الدوري العماني، الا ان روح اسره تنس الطاوله المصريه، لاعبين مصر كلهم بيأزروا بعضهم في كل مكان، الاخوه والروح الرياضيه الكبيره اللي بينهم. كمل يا بيبو. يلا 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 بيبو يلا بيبو. 2-2 2-2. لازم بيبو طبعا بعد ما بيضرب بالباكان لازم ان هو يستعد انه يضرب تاني، لان الميات بياخد بيبقى واقف جوه الطاوله وكورته سريعه جدا، فلازم البالي يبقى جاهز بعد اي ضربه بتبقى الكوره راجعه سريعه ويضرب تاني ما يوقفش البيبو. حلو قوي طبعا الدوران نص الطاوله وقف نص الطاوله مهمه جدا صعب. هي دي بتضايقه جدا طبعا. حلو قوي يا بيبو. نتيجه دلوقتي 3-2 لبيبو. السيرف مع بيبو بيلعب السيرف نص الطاوله وميات طبعا الفليك ادخل جوه يا بيبو. نتيجة 3-3. هو مياد لما بيتحكم شوية في البونت بتبقى كورته صعبة، انه اسرع شوية اسرع نسبيا من البيلي، بس البيلي ان شاء الله الكنترول بتاعه يبقى احسن طبعا. اوقات كتير السرعة مهمة جدا، بس اوقات كتير الكنترول هو كمان اللي بيكسب السرعة كمان، بس السرعة مطلوبة طبعا، لكن ان شاء الله الكنترول في البيلي. يا ولد يا بيلي. الله عليك يا بيلي. يا ولد يا بيلي. الله عليك. شو دلوقتي 4-3 للبالي. كمان بيبو كمان. طبعا مباراة متكافئة جدا. يلا بطل. اتنين ابطال، اتنين جاهزين جدا للبطولة ومركزين جدا. انا قلت يا كابتن احمد، الكابتن احمد حلمي في اول ماتش قال لك اللاعب معاد مميز بضربات الفليك اذا كانت بالفور هاند او الباك هاند، مميز بيها جدا. مميز جدا جدا جدا، اول ما بيحس ان الكرة بتعلى ملي مش سنتي كمان بيبقى هو راكب الكره كويس قوي وبيتحرك عليها كويس قوي وبيلعبها بثقه كمان وبيتحكم فيها كمان، بيبقى عينه على اللعيب كويس قوي بيتحكم فيها كويس. النتيجه دلوقتي 5-4 لبيبو. لازم بيبو طبعا ياخد باله لان المياد بيغير دايما، ممكن بيعمل بوش قصير وساعات بيعمل بوش طويل، فلازم البيلي ياخد باله بعد الارسال يقف كويس قوي ومستعد. سيرف مع البيلي. النتيجه 4-5. حلو يا بيبو. الله عليك. يلا يا بيبو. حلو قوي. كانت مهمه قوي النقطه دي يا كابتن. طبعا طبعا لازم البالي طبعا لازم كان يهمنا انه ما يفرقش اللاعب الايراني. صح صح. لازم البالي بقى ان هو برضه تبقى عينه عليه بقى برضه في الارسالات طبعا، وينوع في الارسالات شويه عشان اللاعب الايراني شويه بحس ان هو نمطي شويه لكن اخطاء قليله،
الله عليك، الله عليك طبعا. يلا يا ولد يلا بيبو، سيرف من اللاعب الايراني، يلا بيبو سيرف من اللاعب الايراني بيطول كتير قوي، لازم داري ياخد باله شويه انه يستنى السيرف ويضرب هو الاول، حتى لو سبين الدوران بيضايقه لكن هو السيرف بطيء. كم كان؟ 1-1 النتيجة في الدقيقة دلوقتي 1-1. الماتش طبعا 50-50 متكافئ جدا جدا، بس ان شاء الله البيالي يكسب. انا عايز اقول لحضراتكم ان انا عايش حضراتكم الاجواء، الصاله الصاله يمكن فيها حوالي 300 فرد شاهد الماتش، كلهم بيحبسوا انفاسهم. دكتور اشرف طبعا عميد الجروب والمصريين وتنس الطاوله هنا كلهم وصل دلوقتي. نرحب بدكتور اشرف. يلا محمد يلا بيبو. 7-6 دلوقتي. بتفرج على الماتش بالعربية. شوطك يا بيبو شوطك. 6-7 النتيجة دلوقتي، السيرف مع بيبو. يا ولد يا ولد يا ولد صح، بيبو كده بدا يغير، وحلوه قوي ان هو بيغير لان هو هيبدا ان هو يعمل له خلخله شويه ذهنيه. احلى بيبو، ما اعرفش ان الكوره جوه الطاوله ولا 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 يستناها شويه، فدي حلوه دي ان هو شويه بالمعنى الدارج اللي في الطاوله ان هو بيلعب له في دماغه شويه. الله عليك الله عليك الله يا ولد بيبو. يلا يا ولد يلا لعيب يلا محمد. احسن يا بيبو، بيبو طبعا بياخد وقته ويركز قوي، البونت ده مهم جدا ما يستعجلش فيه، ياخد وقتك يا بيبو. استنى سيرف يا بيبو، شوف السيرف مهم جدا مهم جدا. صح الله عليك صح. الله عليك يا ولد، بيلعب كده يلا بيبو اقرب طبعا للجون. يلا بيبو دلوقتي النتيجه 9-7 سيرف مع البيالي. يلا هو بيشجع نفسه محمد. الله الله حلوه، كنترول حلو جدا من بيل، كنترول باك هاند كويس جدا طبعا، بس انا كان نفسي برده ما يدلوش برده المبادره انه يلف ويضرب. فعلا صح فعلا، بس اوقات كتير الكنترول بيكسب. سيرف مع البيل. يلا يلا بيبو يلا نقطه ونخلص. هيفرق جدا جدا الشوط ده مع البيل معنويه. يا ولد يا ولد ان شاء الله كده الحمد لله 2-1 للبيل في الاشواط الحمد لله. الشوط اللي جاي بقى تشوفه محمد البيل الحقيقي، خلي بالك. الله عليك يا ولد الله عليك. طب كل شويه شوط عن شوط بيخلص، بيتخلص من الضغوط. فعلا طبعا الشوط ده طبعا البيل طبعا زي الشوط اللي قبله بدا ان هو يركز في بدايه البونت قوي، وبدا ان هو يركز في الكنترول بتاعه لان اللاعب مياد بيلعب كتير على الباكاند بتاعت البيل، فبدا البيل يقف للكوره كويس قوي، ولما ينقله على الفراند البيل بياخد سبين سبين من جوه، ما بقاش يرجع ورا كتير، فدي طبعا فرقت كتير مع البيل ان هو يبقى مسيطر على البونت شويه. حتى لو مياد هو اللي بدا، وبدا ان هو يغير الميات كتير في السيرف بتاعه، بدا يلعب له 3 بونت سيرف طويل، الثلاثة بونت اللي البيالي كسبه النتيجه 11-7، فالتغيير الثلاثة بونت دول هم اللي كانوا خلوا البيالي ليه افضليه طبعا، ان هو غير طريقه اللعب، بدا يديله سيرف طويل، فدي خلخله شويه، عملت خلخله شويه للاعب ميات. كابتن احمد حلمي طبعا معانا بيثري حضراتكم بالبترينا، تحليله الفني، لاعب كبير خبره كبيره، بيحاول يعوض بقدر الامكان قله خبرتنا مقارنه بحضراتكم. يلا يا بيبو بتعلم منك يا هندسه. لا احنا بنحاول نحاول دايما نحسن خدمتنا لحضراتكم، اكيد حضراتكم زي ما دايما بنقول تستاهلوا. الله عليك يا بيبو، اول نقطه اول نقطه البيل الحمد لله اول نقطه. طبعا الفليك بيعمل بيه ده حلو قوي، بس لازم البيل ياخد باله ان اللاعب الايراني دلوقتي عارف ان البيل هيعمل فليك كتير، هيبدا يضرب، لازم البيل يكمل بعد الفليك ويكون اسرع طبعا، ويبقى الفليك بتاعه مؤثر شويه. جميلة جميلة جميلة. بقول لحضراتكم يا جماعة يعني ما ينفعش ان احنا ما نديش اللاعب الايراني حقه، لاعب عالي جدا. النقطة اللي فاتت دي تبرز لحضراتكم مدى خبرته ومدى كنتروله ومهارته. الله عليك الله عليك يا مستر باك هاند، مستر باك هاند محمد البيالي. الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. حلو قوي يا بيبو حلو قوي. سكور دلوقتي 2-1 لبيبو، السيرف مع بيبو، يلعب السيرف في نص الطاوله. هو لازم السيرف شويه بتاع بيبو يبقى على الفراند شويه. ايوه يا بيبو يلا يا بيبو يلا اتنين الجميع يا رب.
طبعا تشجيع كبير جدا جدا من نادي صحم، كل قاعدة ناشئين. الحمد لله الحمد لله. يلا يا ولد يلا يا بيبو يا بيبو العب يا بيبو. بيبو لما بيهاجم بالباك هاند وبيبدأ البونت بالباك هاند خلاص يا بيبو. هو طبعا اقرب طبعا للبونت، دورانات بيبو شوية مضايقة طبعا. الله عليك. بقول لحضراتكم ان شاء الله انا واثق ان البيل هيخلص الشوط ده لانه تخلص من الضغوط. البيل لو متخلص من الضغوط بيرجع لمستواه الحقيقي. حلو بيبو. بيبو كمان بقى واقف الكوره لما يلف الميات بقى بيل واقف كويس قوي للكوره، الكنترول بتاعه كويس قوي. حلوه تاني مره يعملها، تاني مره يعملها اللاعب الايراني. بقى يتحرك بقى بخط طول شويه ما يرجعش ورا كتير من الباك هاند. احسن بيبو. اربعه جميع. يلا بيبو لسه. يلا يا ولد يلا بيبو يلا يا ولد شوطك. تشجيع كبير جدا جدا جدا. يلا يا بيبو. في الصاله الف محمد البيلي واللي معاه الايران شبكه. المباراة طبعا جامدة جدا متكافئة جدا واحنا مستمتعين جدا. اثنين ابطال جامدين. احنا مستمتعين بس اعصابنا مشدودة يا كابتن احمد. طبعا مستمتعين اعصابنا مشدودة. الله عليك الله عليك. الله عليك يا ولد. الله عليك يا بيبو. لعيب يا بيبو. طبعا يلا يا ولد. في الاول انا بيسبقوا شوية في الزون الفرهان وفي الزون بيكون هو اقرب طبعا لفوز البن. البيلي طبعا دي مش اول منافسة احترافية فيها على مع الاندية. البيلي من اول اوائل اللاعبين اللي احترفوا في الدوري في أسرة المستودع المصرية. بدأت احترافه كانت في نادي أدنى التركي واحترف في نادي قطر القطري لمدة سنة، وبعدها احترف في بلجيكا في نادي ديست البلجيكي واخدوا الدوري في السنة دي. زي ما يكون اسم محمد البيلي عامل مشترك دايما في ألقاب الدوري. طبعا هو بطل كبير وتاريخ كبير مع النادي الأهلي، أكثر من 10 مرات دوري مع النادي الأهلي والدوري البلجيكي، وكان واخر دوري حصل عليه كان مع النادي الاهلي، وقبل منه في نفس الموسم ده مع نادي فنربخشة التركي رفقة زميله في منتخب مصر وفي نادي فنربخشة الكابتن احمد علي صالح. فان شاء الله ان شاء الله يكون لي نصيب في الدوري العماني السنه دي مع نادي عبري لسه متوج من ايام ببطوله الانديه العربيه مع النادي الاهلي. البطولة قوية جدا 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 اللي أقيمت مؤخرا في أغادير في المغرب. أخذ السنة دي الدوري المصري مع النادي الأهلي وكأس مصر مع النادي الأهلي. خمسة جميع. لا عنيد جدا اللاعب الإيراني، عنيد جدا متمسك في المباراة. يلا بيبو يلا يا ولد. زق طولة شوية طولة بالي شوية بدأ تركيزه يقل شوية ان شاء الله تركيزه يرجع تاني. لاعب ايراني طبعا متمسك طبعا وشخصيته قوية جدا على الطاولة بيلعب لاخر بونت ما بيفقدش تركيزه. طبعا بيلعب من جوه فجاي بيرجع ورا كتير فمخليه الافضليه لنقطه بتتفتح للاعب الايراني لان هو دايما اسرع من جوه الطاوله. فادن بيلي زي ما كان بيعمل الشوط اللي فات واللي قبله انه يبقى جوه الطاوله شويه عشان يعرف يعوض فرق السرعه شويه. والبيلي طبعا لاعب سريع مش بطيء لكن هو بيرجع ورا شويه فدي مخليه الافضليه للاعب الايراني مياد. حلوه يا بيبو. عليك يلا يا ولد. يلا يا بيبو يا لعيب. السكور دلوقتي 7-6. عايزين نقطة يا كابتن احمد طبعا مهمة جدا يا رب. 7-6 اللاعب وينه الارسال بعدها يبقى 7-7 محمد البيلي ان شاء الله. ركز يا بيبو. حلو قوي. الله عليك. استقبال ذكي جدا ذكي جدا عمل فليك فاضي كده ما بيخش دوران فبرضه بدا يغير له طبعا بدا يغير له من دوران الكرة ده وده مهم جدا في اوقات كتير. بيبو يا لعيب. يلا 7 جميع. وفي نفس الوقت محتاج خبرة كبيرة جدا ومحتاج ثقة كبيرة جدا. الله
يلا ولد يلا بيبو ثمانية سبعة يا بيبو يلا بيبو البونت ده مهم جدا 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 يفرق معاك يا بيبو يلا 8 7 يا رب 8 7 يا رب دعوات حضراتكم معانا يلا يلا معلش معلش كان الكوره كويس قوي وكان مركز قوي ان عارف او مش عارف ان هو مستعد قوي للسيرف الطويل بتاع بيبو اللي كان بيضايقه في الاشواط اللي فاتت فهو مستنيه قوي ولعبها كويس طبعا توقع كويس قوي منه سيرف مع مياد يلا يا بيبو بيرجع كتير البال بيرجع كتير عشان البال ياخد الهجوم بهجوم شويه ما ينفعش يرجع ورا كتير لان هو يعني كذا بوم ترجع فيه ورا كتير بيبو ما كسبوش اصلا وبتقلل من قوه ضرباته طبعا ده. طبعا فلازم بيبو شويه يمسك اللعب من قدام زي ما هو كان بيعمل ويبقى عنده كنترول شويه في الله يا بيبو جوه الطاوله شويه هيبقى هو اللي متحكم في الكنترول البالي 10 8 للاعب مياد الايراني العب يا بيبو نادي الايراني الفليك من جوه الطاوله طبعا الكره فاتت دي شويه علت استقبال البالي فخلت اللاعب الايراني يعمل فليك وهو مرتاح شويه على الفراند الله عليك يا لعيب يا بيبو يلا يا ولد يلا يا ولد يلا يا بيبو يلا يا بيبو 10 9 يلا بيبو يلا يا رب يلا في عدم توفيق عدم توفيق كره في النت وتطلع بره كانت فكرتها حلوه من بيبو ان يلعبها مستقيمه يلا برضه زي ما احنا قلنا برضه الشوط ده شويه اللاعب مياد هو اللي غير اللعب شويه على بيبو بدا هو يعمل فليك ويبدا هو يبادر بالهجوم شويه يبقى مستني الكوره من بيبو ويهاجم الاول يعمل فليك من جوه ويكمل بعدها بالباكاند وينوع بيبو برضه طبعا من الحاجات اللي هي قفلته بعض النقاط طبعا فئات حساسه بعد ما كان هو متقدم وفارق نسبيا من ناحيه الثقه بدات شويه من بيبو ان هو يرجع ورا شويه فلازم بيبو ان هو يبقى جوه الطاوله شويه وياخد الهجوم بهجوم او هو يبدا بالهجوم طبعا وبرحب طبعا بحبيبي طبعا وصديقي حبيبنا كلنا مش وحبيب طبعا كل جروب تنس طاوله بسلطنه عمان الجروب المصري تنس الطاوله كابتن اسامه عنتر وحشتنا يا كابتن اسامه ومنتظرينك طبعا في بطولات عمان الدوليه طبعا تشرفنا في اي وقت كابتن اسامه عنتر يلا رجاله شد شويه السكور دلوقتي طبعا 2-2 والسكور دلوقتي طبعا 2-2 والجيم الفاصل وكلها ضغوط وكلها توتر اللي هي مهمه جدا لبيبو انه يرجع المباراه طبعا لفريقه لاعب مياد بيلعب باريحيه شويه لان هو فريقه فايز 2-1 لو هو خسر مياد هيبقى فيه مباراه فاصل لكن بيبو بيلعب وان تشانس فرصه واحده طبعا حلوه بيبو طبعا استنى السيرف وضرب ودي دي دي مديه افضليه للبالي السيرف مع بيبو ركز يا بيبو يا ولد يا بيبو يا ولد يا ولد يا ولد يا بيبو اعتقد الكره دي كانت محتاجه فتنس عالي طبعا 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 محتاجه طبعا رشاقه طبعا ومحتاجه مرونه طبعا من بيبو سنس وسنسي طبعا يا ولد يا بيبو 3-0 طبعا لبيبو يلا بيبو حلو قوي يا بيبو بيبو زي ما هقول لك بيبدا يمسك البونت من جوه يلعب من جوه يبقى هو اسرع بيبقى لعبه مؤثر جدا العب يا فنان اللي بيسبق الثاني هو اللي بيكون لعبه مؤثر وبيكون اقرب للفوز بالنقطه طبعا العب يا فنان خلص يا بيبي يلا ارسال مع بيبي شبكه تعاد حلوه
حلوه جميله جميله. النت طبعا في ساعد اللاعب الايراني شويه، غيرت من تايمينج الكوره، جاري بيهز الشبكه بيقول لها مش وقته. يلا 4-1، يهمنا النقطه دي، ياخد بيبو يقلب الشوط ده يغير، هو متقدم 5-1. يا ولد الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، الله عليك. طبعا طبعا بالبالي ومياد بيقاتلوا على كل كوره طبعا. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يبارك لك. مش مجرد ماتش عادي، ده قتال طبعا. شايفين حضراتكم، شايفين حضراتكم مستوى النقطه دي، يمكن تعكس لحضراتكم المستوى الفني للبطوله، كنت باين لحضراتكم قد ايه كره الطاوله العمانيه دلوقتي في مصاف الدول، مش عايز اقول العربيه بس، لكن عايز اقول انها كمان لا بتنادي داخله للقوه تنس الطاوله العالميه، تفرض اسمها بقوه اذا كان على مستوى الانديه او المنتخبات او حتى الفردي. 1-5 الله. البونت اللي فاز يا كابتن احمد ادى كونفيدنس وثقه للبيلي في البونت ده، بس البيلي طبعا هو اتعلم من اخطائه طبعا، بانه ما يرجعش ورا حتى وهو بيلعب بلوك. أيوة. فدي اللي خلته شويه ان هو كان قريب اقرب شويه، فدي طبعا بتديله طبعا ان هو على الاقل بتبقى كورته سريعه وبتبقى صعبه، ما بيلعبش اللاعب المياد الايراني الكوره باريحيه في الهجوم، لان اللاعب اريحيه هتبقى صعبه جدا على البيلي وعلى اي حد. جميلة جميلة، فكرتها حلوة، فكرتها حلوة، تستعجل فيها سنة، ممتاز، لكن لازم يلعب كده البيالي ان شاء الله عشان دي تسجيل افضلية. يلا 6-2 يا رب، 6-2 6-2 لبيبو، السيرف مع بيبو، ركز يا بيبو. الله عليك، ارسال ذكي، استخدم ذكائه في الارسال. برافو، لاعب ايراني طبعا قدر الكرة صح، لكن طلعت بره الحمد لله طبعا. 7-2 لبيبو، بيقرب خلاص بيقرب. الفليك اللي انت قلت عليها كابتن، لاعب ايراني مميز جدا بالفليك فور هاند او بالباك هاند، بيلعبها كويس قوي، بيلعبها في مكان كويس قوي. شبكه النتيجه دلوقتي 3-7 لبيبو. يا ولد يا بيبو، الحمد لله طبعا، الحمد لله، 3-8. يلا بنقرب، يلا يا بيبو، يلا يا بطل، يلا نخلص. حلوة جميلة، 8-4 النتيجة دلوقتي. يلا حضراتكم، لاعب عنيد مش عايز يفرط في الماتش، ما بيستسلمش، ما بيرميش الفوطة بسرعة. طبعا 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 هو مصمم طبعا، ودي من سمات طبعا البطل، اثنين بطلين كبار جدا بيلعبوا. كفاية ان هو بيقول لحضرتك بيلعبوا في منتخباتهم، يعني محمد البيه لسه متوج من ايام قليلة مع منتخب مصر بذهبية دورة الألعاب الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو. منتخب إيران برضه من أقوى المنتخبات في منطقة غرب آسيا، من القوة الجديدة اللي في عالم تنس الطاولة العالمية. الله ولد يا بيبو، ولد الاول بيبو بيعمل سبين باك هاند، بيكمل سبين تاني طبعا. حلو قوي انه ما يريحش الكوره للاعب مياد نهائي خالص، لان طبعا بتساعد بيبو ان هو يبقى ضاغط عليه دايما. سيف مع بيبو، 9-4 يا ولد. الحمد لله 10-8 ماتش بوينت. بنرحب بالكابتن رجاء النجمي، نجمه منتخب المغرب للسيدات. شايفين حضراتكم متابعه، متابعة من سلطنة. الحمد لله، الحمد لله، ألف مبروك، مبروك يا بيبو، مبروك يا بطل، مبروك لابننا، مبروك لابن مصر. طبعا اللاعب مياد يعتبر من أقوى اللاعبين في البطولة طبعا، إن لم يكن أقوام، بس ما شاء الله البيلي طبعا دلوقتي كسب اللاعب مياد، مباراة مهمة جدا وبسطتنا كلنا يا بيبو. معانا دخل معانا دلوقتي الدكتور أشرف غالي، الأب الروحي لجروب تنس الطاولة المصري وسلطنة عمان. دكتور اشرف، كنت شايف حضرتك منفعل جدا مع المباراه بونت بونت من بدايته. طبعا، لان الكابتن محمد البيلي لعيب مخلص جدا ولعيب مهاري ولعيب فنان، وهو بنفسه شادد كل الجماهير اللي موجوده في الصاله ومخليها بتشجعه. شفت الماتش ازاي يا دكتور؟ البيلي كبير وفنان وعاقل وبيلعب بدماغه قبل ما بيلعب بايديه، يعني ما شاء الله عليه، مركز جدا ولعيب كبير جدا، وبيلعب بتكتيك عالي قوي 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 قدام لاعب كبير اللي هو اللاعب الايراني اللي اسمه ميعاد. كنا مع حضراتكم مع مباراه الكابتن محمد البيلي من نادي عبري العماني، واللاعب ميعاد الايراني نجم منتخب ايران ونادي صحم. ان شاء الله نبقى مع حضراتكم النهارده اليوم الاخير. معانا دخل على الخط ابو علي
الاستاذ خالد الكواري من دولة قطر الشقيقة، من حي ومبارك له على المركز الثاني النادي قطر في بطولة العربية للأندية الأخيرة. زي ما حضراتكم شايفين معنا دلوقتي على اللايف من أقصى الوطن العربي شرقا إلى أقصى الوطن العربي غربا، من سلطنة عمان للمغرب، صفحة جروب تونس الطاولة المصري تحاول دائما تنقل لحضراتكم كل الأحداث الرياضية بالذات في لعبتنا الجميلة لعبة تنس الطاولة. نعيدكم إن شاء الله بتحسين خدماتنا لكم، تستاهلوا حضراتكم الأفضل دايما. ابقوا معنا إن شاء الله. دلوقتي هتقام دلوقتي المباراة الفاصلة ما بين نادي عبلي، نادي عبري ونادي صحم. فاز بهذه المباراة، يعتبر هذه المباراة تعتبر كأنها مباراة قبل النهائي، فايز فيها. طبعا متكافئة طبعا بين مهند البلوشي والجولاند الخروسي، مباراة متكافئة جدا. طبعا مبروك طبعا للبالي، فاز اللاعب مياد طبعا، ألف ألف مبروك لبيبو، شخصية قوية وكان ذكي جدا في التعامل في المباراة. طبعا يتعامل في أوقات كتير وغير طريقة اللعب كتير، لأن اللاعب التاني طبعا لاعب متكامل برضو، عنده حلول كتير في اللعب، فبيبو عارف ان هو يتفوق طبعا عليه طبعا، وكان هو ليدنج شوية في السيطرة على المباراة من أولها لأخرها طبعا. وزي ما كنا متوقعين مباراة متكافئة، دلوقتي الاسكور 2-2 والمباراة فاصلة بين مهند بلوشي وجولاندا الخروسي. طبعا بيبو طبعا بيمثل نادي عبري اللي فيه جولاندا اللي لابس التيشيرت الأزرق، ومهند البلوشي ده اللي بيمثله اللاعب مياد لطفي، لاعب نادي صحم بالتيشيرت الاسود فاسفر. مهند وجولاندا طبعا جزاك الله خير كابتن خالد الكواري، نجم من نجوم الطاولة العربية ومدير المنتخبات في الاتحاد القطري. طبعا الطاولة القطرية، كل الأخوة في قطر، الطاولة القطرية ما شاء الله في تقدم كبير جدا طبعاً. جدا القامة العربية الجميلة اللي مشرفانا في لعبة تنس الطاولة، السيد خليل المهندي نائب الأول رئيس الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحادين العربي والقطري، الراجل الدؤوب اللي بيحيوا وبيثروا أسرة تنس الطاولة العربية بدعمهم الغير متناهي. نشكرهم باسم أسرة تنس الطاولة العربية كلها على دعمهم وعلى التطوير الكبير اللي عملوه في الفترة الأخيرة يا بيبو. كل الدول العربية أنا قلت خلاص، كلام قلت خلاص. يسلم عليك بيبو. بيبو طبعا إن شاء الله طبعا كان بيلعب تحت ضغوط كتير جدا، ومع ذلك قدر يتماسك ويرجع فرقته للمنافسة تاني، ونتيجة 2-2 ومباراة طبعا متكافئة. نرجع نقول مباريات المتكافئة، اللاعبين العمانيين مستواهم تقدم جدا جدا لدرجة انك انت ما تعرفش مين هيكسب مين، وكذلك المحترفين في كل فرقة ما تعرفش مين هيكسب مين، وده طبعا مخلي ده اللي مخلي البطولة من امتع البطولات. كل الماتشات 50-50، حتى الفرق للسنة اللي فاتت نفست، مش معنى ان الفريق بياخد الدوري او ان هو شويه متفوق، لكن نسبيا طبعا، لكن الفرق كلها في مستوى بعض سواء المحترفين او العمانيين. السكور دلوقتي لنادي صحم 3-1 لمهند نادي صحم، 4-1 لمهند نادي صحم. مباراه الفاصله طبعا بيبقى مش كلها تنس طاوله، يبقى فيها جزء تنس طاولة وجزء ثبات انفعالي وجزء تماسك وجزء كبير تركيز. المباراة الخامسة طبعا مهمة جدا جدا، محتاجة شخصية قوية. انا شايف المباراة الخامسة من حيث الاداء والنتائج أيوة. والخبرات، تفتكر المباراة دي مين الاقرب للفوز فيها، مهند البلوشي ولا جولاندا الخروسي؟ انا شايف شويه الناحيه الفنيه طبعا متكافئه شويه، بس انا بقول اللي عنده ثبات انفعالي اكتر وهادي اكتر ومركز اكتر
وشخصيته متماسكة هو اللي هيفوز المباراة الخامسة. مش شرط اللي يكون كويس في الفنيات على فكرة خالص. فهو الميزة دي طبعا موجودة أكثر شوية عند مهند البلوشي، إن هو عاقل شوية وهادي. طبعا ده طبعا ما يخليناش ان احنا نقلل من قيمة جولاندا الخروس، ان هو لاعب كويس جدا ومتكامل. انا بصراحة من اجمل الاستايلات اللي بتعجبني في اللاعبين العمانيين طبعا جولاندا، لكن المباراة دي مش استايلات ومش فنيات بس، المباراة دي محتاجة تماسك وهدوء وثبات انفعالي اكتر. بنحيي الكابتن كامل دوفش، بنحيي كل فلسطين الحبيبة، كل فلسطين اكيد طبعا، فلسطين في قلب كل عربي اكيد. احنا بس لما ذكرنا قلنا من سلطنة عمان للمغرب عشان بس نأكد ان التغطية بتاعتنا من ناحية جغرافية، لكن اكيد فلسطين في قلب كل عربي، وما زالت فلسطين هي قضيتنا الاولى لكل عربي حتى لمن لا يشتغل بالعمل السياسي. طبعا انا برحب بالكابتن كامل دوفش حبيبي. طبعا والد النجوم حسام دوفش، والد الابطال، هو في ابطال وفي المعجزه طبعا يوسف. طبعا يوسف دوفش ده بسم الله ما شاء الله، احنا عندنا هنا جوده في مصر وعندنا يوسف دوفش. طبعا واحد بيقول ان احنا عندنا هنا جوده وعندنا يوسف. ده معناه ان احنا طبعا يوسف كلنا بندعمه طبعا من هنا. طبعا معجزه ولازم الناس كلها تهتم بيه وكلها تأيد، ده واجب على كل واحد في اسره تنس الطاوله العربيه كلها تأيد المواهب دي وتقف جنبها وتدعمها. نتيجة دلوقتي 10-3 لمهند، زي ما احنا قلنا مهند طبعا عنده ثبات انفعالي اكتر، وده اللي بيديله افضلية في المباراة الخامسة. 10-4 دلوقتي السيرف مع جولندا. جولندا حصل عنده نوع من التراجع في المستوى السنتين الاخرى بسبب انشغاله في الدراسة طبعا. بيخلص مهند البلوشي الشوط الاول نتيجة 11-4. نادي صحم طبعا هو يعتبر من اكبر، هو نادي السيب من اكبر الاندية في سلطنة عمان في تنس الطاولة، اكتر امكانيات عندهم، قاعدة ناشئين قوية جدا جدا جدا، بدأت بشرها تظهر بالذات في نادي صحم على مستوى رفض المنتخب العماني في قطاعات الناشئين طبعا تحت اشراف كابتن الخلوق حبيب الكل كابتن محمد عتوم مدير الفني لمنتخب عمان، اللي شرفنا جميعا باختياره من قبل الاتحاد الدولي بالاشراف في لجنه تطوير لعبة تنس الطاوله في منطقه اسيا. شخصيه جميله، كل يجمع على حبه واحترامه وتقديره. بيرجعوا اللاعبين لاحداث الشوط الثاني. شايف مهند اكتر ثقه، باين حتى على تعبيرات وشه يا كابتن احمد، مهند البلوش شايفه اكتر ثقه شويه. طبعا مهند البلوش طبعا لاعب متميز جدا، والفتره الاخيره مستواه كان بيتزايد بشكل ملحوظ جدا، لان هو طبعا نظام في التمرين ومنتظم جدا. لا وبحس عنده كمان على المستوى الشخصي بالعلاقه بيه الشخصيه عنده الشغف، عنده الباشن لتنس الطاوله. طبعا مهم جدا يكون عندك الشغف دايما حتى في تمارين المنتخب. كنت اجي اشوف لما جاء المهندس كابتن محمد عتوم متواجد، طبعا دي مهمه، متواجد قبل اي حد، دي مهمه جدا لما عندك في جديه وعنده التزام. على فكره مهند يمكن كتير ما يعرفش ان هو شخصيه عسكريه، هو من قوات الجيش السلطاني العماني، فطبعا ده مديله اكيد نوع من الالتزام. حالة عسكرية طبعا، حالة عسكرية طبعا، بتعلمه كل الالتزام طبعا، الالتزام والانضباط. والنتيجة دلوقتي 1-2 2-2 2-2 وبداية الشوط طبعا مهمة جدا. السيرف مع جولاندا الخروسي كويس، مهند بيلف كتير، بيضرب السبين توب سبين فور هاند، فدي شويه بتخلي مهند ماسك اللعبه شويه. السكور دلوقتي 2-3 يا ولد. طبعا مهند بقى بيلعب على الباك هاند عند جولاندا الخروسي، دي طبعا بتضايق جولاندا الخروسي كتير. هو مهند بيلعب صح طبعا، طالما عنده ثبات انفعالي ومركز وهادي شويه بيعرف انه بيلعب في التاكتكس كويس وينفذ كويس. لو ما عندكش ثبات انفعالي مهما كنت عارف هتلعب ازاي مش هتعرف تنفذ. ولد
مهند بيلعب بكل قوة، مركز في كل بونت. سكور دلوقتي اثنين خمسة، سكور دلوقتي اثنين خمسة. طبعا في الوقت تايم اوت، طبعا طلبوا الكابتن عدنان فواخرجي مدرب نادي عبري، مدرب المحترم والخلوق. تايم اوت، تايم اوت للنادي عبري. سكور دلوقتي 5-2 لمهند البلوشي نادي صحم. زي ما احنا قلنا لحد دلوقتي التماسك والثبات الانفعالي عند مهند في المباراه الخامسه فهي اللي مديله الافضليه. عندهم بعد كده تعتبر المباراه النهائيه، لو كسبوا المباراه دي طبعا لو صعب لو كسبوا المباراه دي بيلعبوا نادي السيب. هم الفرقتين الوحيدين اللي ما خسروش ولا مباراه، فعلا المباراه مع بعض هي المباراه، هتبقى مباراه قويه جدا. هي خلاص تعتبر النهائيه، هنحاول نبث لحضراتكم ان شاء الله اكبر قدر مبارياتنا، بالذات طبعا المباراه المرتقبه بين النجم العربي زيد ابو يمن نجم منتخب النشامى الاردني واللاعب معاد لاعب ايران. اثنين سبعه مهند ما شاء الله عليه في تطور كبير جدا في مستوى. السنة اللي فاتت مهند كان طرف في النهائي مسابقة فردي العموم قصاد هيثم المنزلي. السنة دي برضو طبعا برضو مهند برضو وصل للنهائي، للنهائي هو أسعد الرئيسي. فمهند ما شاء الله محافظ على مستواه طبعا وبيتطور كتير قوي. طبعا نتيجة الالتزام والانضباط والشغف وحب اللعبة وعنده كمان حته تاني النادي صحم ان هو مهند اساسا من صحم، فزي ما يكون يعني ابن النادي زي ما تقول ابن النادي طبعا هم كلهم نادي صحم الناشئين وفي العموم كلهم ولاد النادي طبعا. عشرة أربعة ومنتهى الثبات بيتقدم مهند انه يخلص الشوط الثاني عشان يتبقى لهم شوط واحد. طبعا زي ما احنا قلنا الشوط الثاني مهند طبعا مسيطر على المباراه، طبعا الثبات الانفعالي عنده جامد قوي. النتيجه دلوقتي 2-0 لصالح نادي صحم بيمثله طبعا مهند البلوشي. المباراه الخامسه بيبقى جزء كبير منها جدا الثبات الانفعالي والهدوء والتركيز، تبقى الفنيات ممكن في بعض الاحوال مش هي اللي تبقى سبب الفوز في المباراه الخامسه الفاصله. المباراه كلها مليئه بالتوتر والانفعالات والتنشنه شويه، ناس كتير كله بيفكر مش بيفكروا في ان هم يلعبوا تنس وبس، كل واحد بيفكر في الفوز، انا هخلي فريقي يفوز او انا فريقي هيخسر. فريق كلها بتعمل يعني زي محادثات نفسيه كتير بتسبب له التوتر. دي زي ما قلنا لحضراتكم دي منافسات الجوله قبل الاخيره، بعد حوالي تقريبا نص ساعه هتبدا منافسات الجوله الاخيره. اهم مباراه طبعا هتبقى مباراه نادي السيب مع نادي صحم، دي المباراه اللي هي غالبا هي خلاص هي اللي اكيد طبعا هي اللي هتحدد الفائز بالمسابقه بطوله دوري عمان لتنس الطاوله موسم 2018-2019. موسم كان طويل وقوي، بدا بمنافسات تاهيليه على مستوى محافظات السلطنة لغاية لما وصلنا دي الدورة المجمعة اللي بتجمع أفضل سبع فرق أو أفضل سبع أندية على مستوى السلطنة. النهائي السنة دي هيكون تقريبا كأنه نهائي مكرر بالنهائي السنة الماضية بين السيب وصحم. السنة اللي فاتت كان نادي صحم كان بيلعب فيه نجمنا المصري الكابتن علي لاشين شقيق الكابتن سيد لاشين، ونجح ان هم يعمل افضل انجاز في تاريخ نادي صحم ياخدوا المركز الثاني.
طبعا انا بذكر طبعا الساده المشاهدين بالمحترفين في كل الانديه نادي السيب في اللاعب بطل بطل المنتخب الاردن بطل الاردن كابتن زيد ابو يمن ونادي صحم في كابتن مياد لطفي لاعب منتخب ايران وكمان نادي صحم سوري نادي عبري في اللاعب بطل مصر وبطل العرب ومن افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ مصر كلها اللاعب محمد البيلي ونادي زفار طبعا في اللاعب احمد حلمي اللاعب المصري وفي نادي النصر في اللاعب الموهوب البطل احمد محمود وفي كمان نادي بهلة في طبعا اللاعب البطل الموهوب والخلوق الخلوق طبعا النجم كابتن احمد كمارة ويؤثرون على انفسهم وانت نسيت تتكلم عن نفسك كابتن احمد كابتن احمد حلمي هو طبعا المدير الفني ومدرب نادي زفار العماني نجم مصر صاحب المسيره الممتازه جدا في مصر على مستوى الناشئين ابن مصر ابن الصعيد فخر الصعيد نسر الصعيد وانا بحكم ان انا واحد صعيدي زي حالاتك اقول لك ان احنا فخورين بيك ابناء الصعيد فخورين بيك اللي انت حققته في تنس الطاوله ولسه قادر انك انت تحقق ان شاء الله في مجال التدريب تكمل في مسيره التدريب من الوجوه الصعيديه المشرفه اللي بتاكد دايما ان الصعيد ولاد وان عظمه مصر وتاريخها الكبير بدا من الصعيد وعظمه الجين المصري منبعه في الصعيد اسامي كبير جدا يا كابتن احمد طلعت من الصعيد من صعيد مصر طبعا ناس كتير جدا في صعيد مصر طبعا كانوا بيطلعوا دايما بمجهود مضاعف لقله الامكانيات والموارد طبعا ما انساش طبعا الكابتن قرشي فتحي ده من ده معجزه مصريه عربيه وكان كابتني طبعا الكابتن قرشي طبعا وكابتن سيد موسى والكابتن مصطفى امين وعشان ما انساش حد يعني الكابتن علاء عبد المنعم نادي المنيا الناس دي كلها ناس فعلا فخر الصعيد وكانوا بينافسوا على بطولات الجمهوريه وكانوا ابطال الجمهوريه طبعا وما انساش طبعا مدربي وحبيبي طبعا قدوتي ومن احسن المدربين اللي جم في تاريخ مصر كلها كابتن نوب الهواري الشخصيه اللي لا يمكن تتكرر في تنس الطاوله شخصيه فنيه عاليه جدا وشخصيه تربويه جامده جدا نتمنى ان احنا نستفيد من الخبرات دي في مصر في الوطن العربي خلاص بيفنش مهند 8-6 محتاج 3 نقط مهند البلوشي ونادي صحم عشان محتاج نقطتين بدا يظهر بقى خلاص انفلات الاعصاب من جولاندا عارف ان امال فرقته كلها كانت فيه دلوقتي 9-7 بيحاول جولاندا يحافظ على الجزء البسيط من اماله في المباراه كده لو المباراه انتهت بالنتيجه دي يا كابتن احمد يبقى كده نادي عبري غالبا هو الثالث بنسبه كبيره نادي عبري هو الثالث لما لو فاز طبعا نادي بهله فكده رسمي كده خلاص لو فاز على 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 لو كسب على نادي بهله لو كسب نادي بهله بس هو زي ما انت حضرتك بتقول يعني بنسبه 90% نادي عبري يعتبر هو الثالث نادي صحم طبعا ده وده يعتبر انجاز كويس جدا لنادي عبري طبعا نادي عبري اول مشاركه ليه في نوصل يوصل الدوره المجمعه ويبقى من ضمن يدخل المربع الذهبي دلوقتي النتيجه 9-9 طبعا وقت صعب شويه ان مهند عايز يخلص وجولاندا طبعا في نهايه المباراه خسران 2-0 ففي حاله توتر شويه 10-9 لمهند يعني ماتش بوينت لمهند وماتش بوينت لنادي صحم يعني النقطة دي تضمن لهم على الأقل المركز الثاني في انتظار بقى مباراتهم مع نادي السيب اللي هيكسب فيها ويكون بطل الدوري وبالفعل خلص مهند البلوشي بنبارك لمهند البلوشي والنادي صحم إدارة نادي صحم يا كابتن أحمد صراحة يعني أنا شاهد عيان عليهم أبدا لا يبخلوا
بأي دعم لقادة ناشئين اللي عندهم. يمكن حابب أن حضراتكم تقضي على ناشئين نادي صحم. الشغف دي قادة ناشئين نادي صحم جايين بنفسهم بيشجعوا ناديهم. تمام، عندهم اهتمام كبير جدا جدا في اللعبة رغم محدودية إمكانيات النادي، لكن حبهم وشغفهم للعبة بيتخطى كل المعوقات. مبروك لنادي صحم كده النهائي. طبعا يعتبر بين السيب والصحم، سيب وصحم طبعا. ونشكر طبعا السادة المشاهدين على المشاهدة الطيبة، ونتمنى ان احنا نكون قدرنا ان احنا نشارككم الماتش ونتكلم معاكم في المباراة والاجواء. وكان معكم احمد حلمي وبشمهندس طبعا احمد عظيم، طبعا نشكره طبعا على هو كل اللي بيعمله. لا طبعا انا اللي بشكرك والله يا كابتن احمد، انت اسرتني واسرت الساده المشاهدين النهارده بتحليلك الفني على المباراه، والحمد لله كان وشك حلو على لعيبه مصر وعلى كابتن محمد البيل النهارده وكسبنا. يا ريتني جبتك من زمان، الزهر انا اللي كان وشي وحش. تحت امرك وبشكر حضرتك انت. لا والله غطيت انت... الطاوله من الخليج للمحيط طبعا. بشكر حضرتك، يا رب دايما كده تبقى في نفس الهمه دي والنشاط معانا عشان خاطر تنس الطاوله اللعبه اللي احنا بنحبها. وبشكر حضرتك وشكرا. اعزائنا المتابعين، نشكر حضراتكم على حسن المتابعه. اوكي، كنا معكم من مجمع سلطان قابوس الرياضي، الصاله الفرعيه بمسقط العامره عاصمه سلطنه عمان. كنا مع في فعاليات الجوله قبل الاخيره، منافسات الدوره المجمعه لدوري تنس الطاوله سلطنه عمان موسم 2018 2019. ابقوا معنا، باقي الجوله الاخيره هنزاحل حضراتكم بعد قليل ان شاء الله. نعتذر لحضراتكم على اي تقصير او اي خلل. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهوي فمن نفسي ومن الشيطان. نعد لحضراتكم ان احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نحسن مستوى جودة خدماتنا لحضراتكم، اكيد حضراتكم تستاهلوا الافضل. نشكركم على متابعة صفحة جروب تنس الطاولة المصري بسلطنة عمان، صفحتكم جميعا. الصفحة دي لا تقتصر على اعضاء الجروب فقط، حضراتكم كل حضراتكم لكم فيها أسهم، لكم فيها صفحتكم. تابعونا إن شاء الله، هنحاول نغطي لحضراتكم أكبر كم ممكن من المباريات واللقاءات والأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد عبد العزيز.